ضيفنا اليوم فيه نكهة كوبانية من بورتوريكو وأمريكا اللاتينية، مع لحن وإيقاع نفهم إنه عم نحكي عن شخص له علاقة برقصة السالسا. مرحبا فيك راني خوري، مؤسس الفرقة الكوبانية للسالسا في حيفا. أهلا، كيفك راني؟ منيح كثير راني. أهلا فيك في الباكستيج، وبتأمل طبعا أول ومش آخر مرة إن شاء الله. راني اسمع، أنا عن جد حابب أعرف عن التاريخ، منين إجا السالسا؟ السالسا. أوكي، حكيتوا شغلات كتير حلوة، كتير صح. كوبا، بورتوريكو، بالفعل السالسا هي رقصة اللي تطورت بمنطقة الجزر الكاريبي، يعني كوبا، بورتوريكو، كولومبيا، دومينيكان تطورت منها رقصة تاني. من غاد من كوبا تطورت رقصة سالسا اللي هي مكونة من عدة رقصات. يعني في عدة رقصات سالسا بالضبط، هي في كمان عدة رقصات اللي أجوا قبل ما تيجي السالسا. السالسا بلشت بقرن العشرين، يعني قبل 100 سنة. طازة جديدة. يعني حلو. فكان قبل كان في رقصات من أفريقيا، بلشت أفريقيا بسموها أفرو كوبان، وبعدين أجت الرومبا اللي هي فيها قالب أكتر إيقاعي، وبعدين تطورت كمان موسيقى زي جواهيرا اللي هي تطورت منها تشاتشا والسون، وكلياتهم ركبوها مع بعض وكونوا رقصة جديدة اسمها السالسا. أول شيء كان اسمها فيوجن على فكرة، بس بعد ما شافوا كيف الناس عم ترقص هاي الرقصة شافوها هالقد سبايسي، هالقد حارة، فقرروا انه يسموها سالسا زي السالسا اللي احنا بناكلها. في انواع اهوى من انواع رقص سالسا؟ طبعا السالسا تطورت زي ما قلنا كوبا، بورتوريكو، كولومبيا، وكمان تطورت بأمريكا بنيويورك وبلوس أنجلس. اليوم بعلمه كمان لوس أنجلس ستايل اللي هو الـ A ستايل المعروف اللي احنا كمان بنعلمه. هي أكتر جنوب أمريكا بالخاص ولا ما خصش إنه جنوب أمريكا؟ هي مركز أمريكا، مركز أمريكا، بس طبعاً اليوم السالسا من أشهر رقصات بالعالم، يعني موجود بكل محبوبات أكتر إشي كمان. كتير محبوب، كتير محبوب، كمان بالدول العربية اللي حوالينا، في مصر، بالأردن، لبنان وسوريا. لبنان فيها مهرجانات سالسا اللي هي كتير رهيبة، بيجيبوا عليها فنانين عالميين. طب أنا بدي أسألك هنا، كيف أنت أول إشي رقص السالسا، كيف أنت وصلت له؟ وبعدين كيف فكرت انك انت تاسس فرقه لرقص السالسا؟ صراحه انا بلشت سالسا بجيل 16 سنه، يعني كان في تعلم سالسا بجيل 16. تعلم. ايوه بالضبط، تعرفت على السالسا بالناصر، يعني كنت ربيت بالناصر. طب هيك شاب واجى على باله يرقص سالسا، شوي عنا غريب بيجي يعني الشيء. اول شيء ما كنتش عارف شو هو السالسا، لما قلت لأبوي لأخوي أنا رايح أرقص سالسا، بس قالوا لي بس أزواج. أنت كيف تعرفت عليه؟ لقيت كنت أمشي بالبلد، لقيت في إعلان إنه في رقص سالسا درس أول راح يكون بهذا البار. حلو. فقلت بدي أروح بدي أشوف شو هذا، يعني حب فضول يعني بالأحرى. فأول مرة رحت كان بدون بارتنر، مش مفروض إنه يكون في لك زوجة يعني. بالضبط صح. أو بنفع غاد بتخيل يمكن. صح، بس للأسف بأول درس لما كنت فيه كنت أنا الوحيد اللي بكون بدون ولا بنات، كل الشباب كان مع بنات. دبرين حالي. دبرين حالي. بس أنا دبرت حالك أما من وقتها. بالدرس الثاني طبعا، الدرس الثاني البنات اجوا علي وقالوا لي واي 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 راني بديش ارقص مع غيرك. وجه لهم تحيه لكن تتذكروا. طبعا بدي اوجه لهم تحيه كلياتهم اللي بلشوا معي بالفرانك سيناترا. كثير كان فتره كثير حلوه، كثير ممتعه، سنه ونص هيك قعدت تقريبا. بعدين انتقلت لما بلشت اتعلم التخنيون، فبالتخنيون كان في كمان ليالي سالسا بشكل ثابت كل احد وثلاثه. حلو. فكغاد كنت كثير اروح على السالسا وتعرفت على كثير من. انا حابب اعرف التوجه بمجتمعنا لرقص السالسا ربا، شو فيك بدي انت راني تحكي لي كيف بتحس التوجه بالمجتمع؟ يعني هسه مثلا مش بس انه انت تخرف انه انت بترقص سالسا او بتعلم سالسا، فكرك الناس، يعني انا شخصيا لما بفوت على اي حفله او محل في حفلة معينة تعال نقول. لا هي لأنه نوعية رقصة مشاركة بين أنثى وذكر، يعني عنا بمجتمعنا يمكن شوي، وبالذات إنه فيه مسك وفيه بلفها و... لا بس لا قصدي أنا عم بحكي على حتى الإيقاع هالقد إيش بيجذب، يعني الناس ما بتصدق إذا بحطوا دقة سالسا معينة. الإيقاع بيجذب الناس، بتفيع. إحنا بنحكي على زي كيف كان حدا عم بحط عربي ومع دربكي ومش دربكي. الإيقاع بيجذب، إحنا بنحكي هاي بس من ناحية تقاليد ومن ناحية إحنا كمجتمع. بس السؤال بالضبط كيف بتقبلوها المجتمع؟ اول شيء زي ما قلت الايقاع بجذب،
فالمجتمع كمان بحب عنده فضول يعني. صح الناس مشكلتها انه تستحي من بعض وهي هي المشكله. شو بده يقول عن الناس؟ شو بده يقول عن الناس انه انا برقص سالسا؟ ايه بعرف شو برقص سالسا. هاي كشب، هاي كشب كشب. الصبيه دائما هي صبيه. لا بس كرقصه مشاركه لشب وصبيه كمان فيها شويه يمكن عندنا. الناس ما بتصدق وانت تكون بهذا هذا الوضع انه انه انا حر اصلا. لما الواحد يبلش يرقص سالسا عن جد، لما ان شاء الله انتم يعني راح تتقدموا وراح تصيروا راقصين سالسا عالميين. انا شخصيا جاهز للدرس الاول. بتعرف شو انا بحس برقصه السالسا؟ بحس انه الشاب هو اللي بيقود الصبيه طبعا بهي الرقصه، ويمكن هذا شيء احنا كمجتمع يعني من 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 هو المجتمع المفروض يربطه. بس على فكره بس على فكره هو مش بفرض عليها كيف، هو بدير باله عليها. انا بحس انه بيمسكها يعني كل وقت. هو حبيت النظره، حبيت النظره ولا شيء. كثير متفائله خلينا نقول، يعني جد متفائله. الشعب اللاتيني، الشعب اللاتيني بيشبهنا يعني بشي بهاي المرحله بهاي الشغله. بالفعل بالسلسة هو الشاب هو القائد، فبحب انه هو اللي بيساوي الرأس بس عليه مسؤوليه اكبر، فهي اصعب شوي. المجتمع تبعنا بشي مرحله بده يتقبل الموضوع هذا. وانت حكيت شغله عن جد على قصه انه واحد يتحرر. احنا مع كل الرقص العربي والضجه والهاي، بس فينا شيء مربط يعني. لاحظ دائما الاجانب كثير صبايا او شباب اجانب بيجوا بتفرجوا على العرب بسهره عرس مثلا. أيوه. يرقصوا بيقولوا هيك كل الصبايا بالقوه بيهزوا وحتى يعني اذا واحد بتهز كثير كانه ابصر شو ماله. بينما مثلا طلع حتى الشاب لما يرقص سلسة بهز بخصره بهز عنا العربي بيسترجيش يهز بخصره شوي بالكتاب، وهذا هو استاذ كانه في عندنا خوف نتحرر. طبعا طبعا. والسلسه هي بالضبط تحرر، فيها لذة بتجنن، فيها تحرر. ولما الواحد يرقص، لما الواحد عن جد يرقص سلسه مع الموسيقى بحس اول شيء على عالم ثاني. اول شيء بيكون بعالم ثاني، بيكون هو مع الشخص اللي عم برقص معه، بنسى من مبسوط. وين هو شعب مبسوط. شو دينه، شو من وين هو اجى، بنسى كل شيء، بقعد يرقص معه وزي كانه لحاله بهالعالم. رامي، الفرقة الكوبانية هيك اسم الفرقة. أيوة. بالاسم هذا من وين اجى؟ كوبانية يعني؟ هي كوبة مش نية، بس هو بالفعل هيك القصد. احنا بلشنا يعني عندنا صار زي عيلة يعني. احنا بلشنا كل ثلاثة بنساوي كباريت، وصار في عندنا زي عيلة، صار في عندنا أصدقاء للكوبانية. وبشي مرحلة اقترحنا عليهم، قعدنا شي 6 اشهر بدون اسم عم نعلم، سالناها من وين شو بدنا اسم. فاقترحت صبية اسمها ميراي، اقترحت كوبانية. فالكل حب الفكرة لشغلتين، كوبانية انه احنا لميراي. ايوه بالضبط كده. فاحنا مجموعة من كوبا فكوبانية، ومن ناحية تانية كوبانية هي الأكل المشهور اللي بتوصف من وين احنا أجينا، من الجليل. حلو. يعني في علاقة. ما غلطتش. طيب حسيت صح. صح. طيب وين انتم موجودين اليوم؟ احنا اليوم بنعلم بشكل ثابت بكباريت، بار كباريت، بنوجه لهم تحية. عندنا 4 مستويات بنعلم فيها، عندنا طاقم معلمين اللي مرق دورة إرشاد كيف نعلم سلسة، بنوجه لهم تحية كلياتهم. بهجات موسى، أنيس سمعان، نرمين كسابر، دورين دانيال، ميراي فرح، وجاني كلها تحية شخصية. طبعا وصلت. وإحنا كمان. فمنعلم شكل ثابت مجاني تطوع كل يوم 3. وعندنا كمان مشاريع تانية، عندنا كمان دورات، فتحنا دورات خاصة اللي هدفها أنه نركز اهتمام لكل زوج بشكل شخصي. حلو. عشان نركز على الحركات، وين بيساووا صح وين بيساووا غلط، عشان نشتغل معهم على الموضوع. ليش يعني ليش ببلاش؟ لا بس الدورات الخاصة عشان نستأجر محل وهيك، الدورات هاي بتكون مع معناته عشان نفرق. يوم الثلاثة، كل يوم 3 بكباريت مجاني. أيوه. حتى اللي بده يتعلم. بالضبط. يعني مش مجرد انتم حاطين موسيقى واللي بفوت بقعد بده يرقص، في تعليم. احنا عندنا 45 دقيقة تعليم، عبارة عن أول ربع ساعة اللي هي تسخين، نحط موسيقى ونرقص كلياتنا بأسطر، وبعدين 45 دقيقة اللي هي تعليم. 4 مستويات عندنا يعني، كل مرة هو بيجي عندنا حدا، في عندنا معلم ياخذه لمستوى أول يعلمه من الصفر. يعني أنا وربع زلمة يجي يوم الثلاثة بكرة حسب رأيي راح يعطونا عكازي. حسب رأيي أنا بقترح إشي تاني، بديش أستنى لبكرة. لا شوي، أنا بدي إسا. شو
شو رايك؟ شو رايك راني؟ راني شو رايك تعلمنا انا وموسى؟ بقبل اسا سلسا شو؟ طلعوا انا بقبل بس بشرط. وهنا بدي اوجه طلب من المتفرجين، تلوموش ايش راح تشوفوا، مسؤولية عليكم مشاهدينا. استنونا لسه راجعين مع اول درس سلسا لإلي انا وموسى مع المعلم اللي لسه احنا ما نفحصه كمعلم اذا هو شاطر ولا لا. مش بده يفحصنا، احنا ما نفحصه بالضبط. استنونا